مشاهدينا بنرحب بيكم حلقة جديدة وتبسيط العلوم. النهاردة موضوعنا موضوع مختلف تماما عن تقنيات التكنولوجيا المختلفة، ولكن هو في ظل اكتشاف الموهوبين وأيضا المخترعين وأيضا المبتكرين. هنتكلم ازاي نعرف ان في شخص مخترع، ازاي نعرف ان في شخص مبتكر، وازاي يتم رعايته فيما بعد، وأيضا هل الدور الأساسي لاكتشاف المبتكرين والمخترعين الأسرة أم المدرسة أم الحياة فيما بعد عن طريق تسلسله في المراحل الدراسية. ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضيفي اللي مشرفنا، دكتور احمد ثروة عبد الحميد، استاذ مساعد جيو انفورماتكس بكليه الهندسه بالمطريه بجامعه حلوان. اهلا بك يا دكتور معانا، السلام اهلا عليكم. بحضرتك. السلام عليكم. دكتور، يمكن اتكلمت في حلقات سابقه عن الانسان الموهوب، عن الانسان المبتكر، عن الانسان المخترع، لكن لو حبينا نتكلمها كمسمى او معنى نعرف ايه الفرق او ماذا نعني بكلمه مبتكر وايضا مخترع او مبتكرين ومخترعين. تمام. الاول بس انا اشكرك طبعا على الحلقه الشيقه ديت. الاول بس موضوع مبتكر ومخترع، خلي بالك طبعا يمكن لو احنا قلنا يمكن اللغه الانجليزيه يعني عشان الاساس ان فيها لغه ساينتفك شويه، فواحد فيهم اسمه كرييتيف والتاني اسمه انفنتور. خلينا نقول ان كلمه مبتكر واحد بيبتكر طريقه جديده او شيء او شيء او شيء جديد، مش شيء نظام جديد، في حين المخترع بيخترع شيء جديد. يعني خلينا نقول ان فيهم واحد طريقه والتاني شيء، يعني يعني هما الاثنين واحد ولا ده لا لا بيخترع وده مختلفين. بيكتشف ولا؟ المسمى مش واحد. الكرييتيف واحد بيخترع طريقه جديده، انا ابتكرت طريقه كذا. يعني مثلا اللي اخترع الحاسب ما اسمهوش ابتكر الحاسب، اسمه اخترع. اللي اخترع اللمبه اسمه اخترع، ما اسمهوش ابتكر اللمبه. فالابتكار بياتي دايما على الميثود او الميثودولوجي، واحد بيبتكر طريقه يعني طريقه معينه، الجوريزم، هذا اسمه ابتكار. الحقيقه الاختراع واحد بيخترع شيء، واحد بيجيب شيء جديد، يعني واحد انفنت يعني شيء جديد، شيء جديد، الشيء نفسه هو الجديد، قد يكون جواه ابتكار ممكن، انما هو الشيء نفسه كله على بعضه يعتبر جديد. عشان كده انا قلت لك يمكن لو احنا يعني عشان انت تقدري تفرقي ما بين الاثنين، لا هو في فرق بينهم. وزي ما قلت لك ده واحد اسمه انفنتور والتاني اسمه كرييتيف. زي ما قلت لك يمكن لو احنا اتكلمنا عن حته الابتكار، ممكن يبقى الابتكار اهو زي ما انت شايف هنا، طبعا يمكن الفيديو الحقيقه ظريف جدا بيوضح لك وده طفلة صغيرة كمان. دي علامه الاختراع، شايفه هم عارفه عملوا اللمبه كانها علامه اختراع، يعني فاهمه، جات لي فكره يعني. يعني هو هنا بيقول لك ان ده يبقى شخص ايه، مخترع. زي ما قلت لك المسمى طبعا مش واحد، والاختلاف واضح جدا ان في واحد على الشيء نفسه والتاني على الميثودولوجي او على الطريقه نفسها. وزي ما قلت لك يوم انا اقول ان انا اخترعت جهاز ما بقولش ابتكرت جهاز. ابتكار يبقى انت ما جبتش حاجه جديده، انما انت اخترعت طريقه جديده او انت جبت طريقه جديده. فالفرق الحقيقه واضح جدا ويعني ظاهر يعني. تمام. المخترع او المبتكر عفوا، كلاهما موجود في كل بيت، وازاي يتم اكتشافه؟ هل الاسره ليها دور في اكتشاف المبتكر او المخترع، ولا المبتكر هو الموجود في البيت والمخترع لا، ولا العكس؟ يعني لا نعرف لا، ازاي؟ هو بس انا عاوز اقول لك ان فيهم واحد رخيص والتاني غالي. يعني عاوزين نقول ان يمكن رخيص وغالي بالنسبه لايه؟ بالنسبه المخترع اغلى يعني؟ طبعا، تمام. لان اصل مين الطفل اللي هيخترع؟ لا هو ممكن طفل يبتكر، انما خلي بالك الاختراع محتاج امكانيات اكبر. انما يعني عاوز اقول لك ان لو انت قلت لي هم الاثنين موجودين، هم الاثنين موجودين بس ممكن تبقى بدايات. وعشان كده انت يمكن بتتكلمي عن دور الاسره، انا بقول لك لا انت ممكن تلاحظي ان ابنك بيميل الى كذا. خلي بالك برضو احنا ما جبناش على حته في حاجه ثالثه، حاجه اسمها التالنت او الشخص الموهوب. انا قلت في البدايه موهوب. لا بس خلي بالك طبعا بس بصي هم حسيت اللي حضرتك عايز تتكلم اكتر في المبتكر والمخترع. اصل هو ده الاسم العلمي، انما الحقيقه الموهبه يعني لو انت قلت لي احنا عاوزين نجيب واحد موهوب، مفيش حاجه اسمها نجيب واحد موهوب. لا انما انت دي بتخلق مع الانسان بالظبط يعني، بالظبط، فدي هبه، بتولد عشان بيها. كده اسمها موهوب. عشان كده دي الموهبه، هم طبعا كل حاجه يعني كل حاجه ولها مصدر. الموهبه دي ربنا سبحانه وتعالى حطها فيكي فاصبحت موهبه. تمام. في حين طب دي الابتكار زي ايه المواهب مثلا اللي ممكن يتم؟ يعني مثلا لو انت حد بيرسم كويس، بيغني كويس، خطه حلو. صحيح. على فكره عاوز اقول لك حاجه، يعني حتى التفكير كويس موهبه. تمام. يعني عاوز اقول لك حاجه، يعني لو انت حبيت تقولي المبتكر ايه، المبتكر اصلا موهوب، المخترع اصله ايه، اصله برضه شخص اصل موهوب. احنا دايما بنقول يبقى اللي هي بيرسم اسمها كويس ده موهبة، اللي بيغني كويس موهبة، اللي بيمثل موهبة. لا، حضرتك يمكن قلت كمان التفكير لا، الصحيح او المبتكر موهبة. المبتكر والمخترع برضه دي برضه موهبه. اصل بصي الموهبه دي ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك يعني يعني بيعطيها لمن يشاء. فبالتالي المبتكر والمخترع يعني هما الاثنين موهوبين. بس خلينا نقول انك كده فرقت ما بين نوعين من انواع الموهبه. في موهبه فنيه، موهبه احنا موهبه بتاعت موهبه منطقيه. كلا المخترع والمبتكر منطقي، يعني موهبتهم منطقي، موهبتهم في العقل، في واحد موهبته في ايده
واحد موهبته في رجله زي اللي بيلعب كوره، واحد مش عارف، واحد موهبته مش عارف ايه. صحيح. فالمبتكر والمطلع، هو المبتكر والمخترع دول موهبتهم اقصد منتاليتي عنده، يعني القصه جايه في البرين، يعني جايه في مخه كويس، بيفكر كويس الكلام ده كله. فخلينا نقول ان كده انت عرفتي ان في كمان كلمه ثالثه اللي هي كلمه اللي هي التالنتد بيرسون، او الشخص اللي هو ايه، الشخص الموهوب. يمكن انا بناقش موضوع من ناحيه علميه، يمكن طبعا عشان بقول لك كده عشان هندسه، انما يمكن احنا هتقولي هندسه فيها كلام، فيها ثلاثه. يعني انت مثلا في عندنا اقسام تعتمد على الرسم، في اقسام تعتمد على التفكير اكتر من الرسم، في اقسام مش عارف ميكس ما بين الاثنين، في اقسام منطقيه اكتر من حركيه، في حاجات بدنيه. فزي ما قلت لك يعني عندنا في كليه الهندسه الحقيقه دي الحقيقه بتفرق، وممكن تلاقي كمان ده السبجكت نفسه، يعني ممكن تلاقي الماده نفسها بتلمس موهبه عندك. يعني قلت لك في عندنا مواد رسم، مواد الرسم دي تلاقي مثلا الشخص اللي بيحب الرسم ممكن يخش عماره، فنون جميله، الحاجات دي كلها، لان ودي عنده كمان بتعتمد على اختبار موهبه. قدرات شفتي خاصة بالموهبة. بالظبط؟ صحيح. شفتي؟ فممكن تلاقي واحد هتقولي طب ده ياثر في ايه؟ ياثر جامد جدا. الشخص الموهوب لو دخل قسم على هوا، على هوا موهبته، هيتفوق جامد جدا، صحيح. وفي حين الطالب الثاني هينجح بس هيتعب، لان بس مش الثاني معناه ان هو ممكن يتعلم، يعني هو ممكن يتعلم ايضا فن الرسم ولكن هو مش موهوب فيه في ويحبه مهارات. فيبقى بصي موهبة. بصي، في مهارات مكتسبة، ما فيش مواهب مكتسبة، في مهارات كده انت بقى بتنمي. دايما بيقول لك المهارة اللي عندك دي كام في المية منها مكتسب وكام في المية منها موهبة. يعني ممكن تلاقي واحد عنده استعداد ان هو رسمه حلو، فلو دخل قسم عمارة وشاف بقى اللوحات بتاعتهم هيتفوق جامد جدا، فتلاقيه ذاكر المادة بأقل مجهود، عاوز اقول لك بيتفوق جامد جدا، في حين زميله التاني ما عندوش موهبة يعني بيتعب تمام. وبعدين بيرهق بيبذل مجهود اكبر. شفتي؟ عشان كده انا قلت لك القصه كلها يمكن جاليه جامد جدا عندنا الحقيقه في كليه الهندسه، واضحه جدا الحقيقه. ولذلك انا قلت لك معظم الطلبة الموجودين موهوبين، لا صعب، يعني اللي نسبه بيقبل على نسبه الهندسة أو بيحبها بيكون عنده الموهبة، ولا هو عشان هو متفوق في الناحية العلمية مثلا يعني؟ والله. بصي انت تعرفي الطالب ده موهوب او لا، زي ما قلت لك احنا عندنا مواد متباينه جدا. يعني لو انا قلت لك قسم كهرباء او مدني او حتى مثلا قسم ميكانيكا او حتى عماره، مواد متباينه، في مواد تعتمد على الرسم، مواد تعتمد على التفكير، مواد هنا تعتمد على كذا. بتظهر الموهبة بالظبط. أكثر. يعني الحقيقه اللي بيقدر يتفوق بيبقى متوازن في الكل. تمام. يعني عاوز اقول لك ان هي في الاخر خلاص محصله طب دكتور ماجنتيود. أحمد، لو رجعنا إلى الوراء وابتدينا نتكلم على الطفل منذ الصغر وهو بيشتري الجيمز بتاعته أو الألعاب المختلفة، لأن كل منا شغوف في سن صغير عايز يجيب ألعاب، مكعبات، سيارات، طيارات، وبيكسر ويركب، هل هنا يعني العملية اللي بيعملها الطفل دي وممكن الأم تنزعج منها والأب ينزعج منها، هل هي عملية في حد ذاتها ممكن تدل على أن الطفل ده مبتكر مخترع؟ بصي احنا اتفقنا ان الكلمه الحلوه اللي حضرتك اللي كانت معروضه دلوقتي اللي هي كلمه تالنت. يعني خلينا نقول، انا هقول لك الاهوال الحقيقه عن تجربه شخصيه. انا عندي يمكن اولادي الاثنين يوسف وياسين، الحقيقه بهدلوني في الحته دي، لان الحقيقه كنت من النوع اللي بؤمن شويه بحته الموهبه والابتكار والاختراع، فكنت دايما اجيب لهم العاب غاليه، العاب غاليه وفيها مواتير ومش عارف ايه. انا الحقيقه استغربت، كنت ياخدوا الحاجه يكسروها ويفتحوها ويبصوا الموتور اللي جواها ويطلعوا منها المغناطيس، تمام. يعجبوا بالمغناطيس اللي جوه الموتور اكتر من اللعبه نفسها. اللعبه نفسها اه رغم ان احنا عربيه كنا فيها ممكن موت. نشتري اللي جوه ده انا بسعر عاوز اقول اقل لك، يعني. انا الحقيقه يمكن انا يمكن عاوز اقول لك، يعني يمكن زوجتي الدكتوره كانت تقول لي يعني كل ما تجيب لهم لعبه غاليه ليه تجيب لهم لعبه فيها يعني فيها موتور؟ قلت لها ابدا سيبيهم، احنا نجيب لهم الحاجه اللي وفعلا عاوز اقول لك ابتديت استغل الحته دي ان انا بيدي. يعني طبعا للاسف يعني ان هي هنا طبعا الاسره ليها دور، بس هنعرف حضرتك عملت ايه من خلال انا تجربتك. هقول لك انا هقول لك انا دلوقتي اولادي بيعرفوا اكتر مني في جوه الموبايل. يعني واحد فيهم سنه 10 سنين والتاني سنه مثلا في حدود 8 سنين، ثالثه ورابعه ان شاء ابتدائي الله. ولا حاجه. عاوز اقول لك انا بسالهم احيانا في جوه، يعني جوه النظام بتاع، يعني وصل الحال ان بقيت يعني عاوز اقول لك بقيت انا اللي بسالهم. نتيجه ايه بقى؟ هم جابوا كل الاجهزه، جابوا مش عارف جيم بوي، جابوا بي اس بي، جابوا مش عارف بلاي ستيشن، كل في الاخر خالص بقول لك زي ما قلت دلوقتي عاوزين مني لاب. فعاوز اقول لك انا بقيت بجيب لهم كل حاجه. بس طبعا ده كله الحقيقه اقتصاديا يعني مرهق، طبعا من الناحيه الاقتصاديه مرهق، بس ولكن هو هم بيستفيد دماغهم منه من ناحيه الابتكار، ان الطفل بالظبط بتتوسع مداركه وافكاره تجاه التكنولوجيا الحديثه. بالظبط. وانا يمكن ما حدد لهم وقت للمذاكره، وقت للعب، ومرابط دي بدي اقول له اذا انت جبت تقدير كذا، اذا جبت يعني جبت اكسلنت يعني مثلا هتلعب كذا. وهم الحقيقه عاملين يعني هم عاملين حاجه زي حالتي انا، بيحبوا يقعدوا على الحاسب كتير قوي، وشغالين موبايل حاسب موبايل حاسب موبايل، يعني يا اما هنا لما الموبايل يخلص شحن يخشوا على الكمبيوتر يلعبوا مش عارف جيمز ويعملوا ايه مش عارف ايه مش ايوه. عارف ايه. هو حضرتك يمكن بتتكلم ان اكتشاف الموهبه في البدايه من او الاسره، الشخص المبتكر او المبدع ده بيكون من بيته، من الاسره الاسره بالظبط ليها دور. بالظبط. الاسره ازاي ترعاه وتقدم له الرعايه المتكامله قبل دخوله لمرحله المدرسه؟ والله هو الاول خالص ازاي اصلا تكتشفه،
خلي بالك مفيش يعني الطفل انسان، اللي بيفك ويركب ده مبتكر. او بصي هو في حاجه اسمها مهارات حسيه، في حاجه اسمها مهارات نظريه، يعني المهم اللي انا عاوز اقوله لك ان ازاي اصلا تكتشفيه من الاول. زي ما قلت لك ممكن يكون ابنك مخترع ومبتكر، او هيبتكر حاجه ويخترع حاجه وانت مش حاسه، ده ممكن على فكره، وده هيبقى عيب في الاسره، مش عيب اجتماعي، يعني عيب مش عاوزين نقول. ممكن تكون انت مثلا انك انت مش مدياله اهتمام. يعني انا الحقيقه من النوع اللي بحب اراقب اولادي، بحب اشوفهم بيعملوا ايه، زي ما قلت لك انا بجيب لهم الحاجات، زي ما قلت لك ناتج عن كده ان ارهاق مادي، فبقى الموضوع مرتبط كمان بحته البادجت. بس عاوز اقول لك انك الاول تكتشفي ابنك ازاي، سيبيه على سجيته، شوفيه هو هيعمل ايه. انا عاوز اقول لك ان انا يمكن لما كنا صغيرين كنا رايحين، قصدي كان لما كان اولاد صغيرين كنا احنا رايحين النادي، كل مره بنروح النادي مثلا على المحور نادي المهندسين، تمام. فجينا في مره غلطنا في الطريق، لقيت ابني ياسين بيخبط عليا، بابا انت ماشي غلط. هو كان لسه سنه 5 6 سنين، اقول له ليه يا ابني؟ قال لي يا بابا احنا المفروض نخش من هنا. الولد حفظ السكه دي موهبه. ابص الاقيه مسك ورقه وقلم وراح ناسها من الطريق، يمكن عشان تمام انا شغال طبعا جيو انفورماتكس، فانا عاوز اقول لك يعني قد يكون فيها جزء وراثي، الله اعلم ما اعرفش. بس زي تمام ما قلت لك ابتدى يعمل. طب وبعدين؟ بس هو انا اعلم يا دكتور ان في نوعية من تلقي المعلومة عن طريق الرسم، يعني هو ممكن ترسم له المعلومة زي الجي بي اس كده، الطالب ده بيفهمها اكتر، يعني عن طريق ان انت ممكن تبسط له المعلومة، انت لو دخلت كده وعملت ده المعلومة توصل لذهنه ولمخه اكتر، ما هو يقعد يكتب ويقرأ ويحفظ. ففي اطفال هو لديه الموهبة دي بالفعل. هو بص عاوز اقول لك على حاجه، يمكن اطباء الاطفال يقول لك في اطفال حسيين، والحسي ده تلاقيه يحط الحاجه في بقه يحسها في بقه، وفي نوع تاني لمس، يعني قصدي يعني باللمس يمسك الحاجه بايده، وفي نوع تاني بص. فهو بيقول لك يعني يمكن المعتاد كل حاجه يحطها في بقه، يعني يحسها في بقه. في نوع اللي هو بيسموه الفمو، اللي هو الشخص اللي بيحس الحاجه في بقه، وواحد تاني يحسها بايده، يعني يمسكها يتلمسها، واحد تاني يبص عليها بس. تمام هما بقى تقسيمتهم ايه. انما انا الحقيقه وجهه نظري ان كده انت عرفت انك انت عندك ابنك موهوب، بس طب موهوب في ايه؟ لو ابني ده بيعرف يرسم، بيعرف طب دي يغني، موهبه، طب دي ازاي موهبه. يتم رعاية، بيعرف يخترع، بيعرف يفك حاجة ولديه فكر حسي زي ما حضرتك قلت، او فاهم في اشياء عادية انا لا ما عنديش المعرفة بيه، في الحالة دي ازاي يتم رعاية الاطفال دول هم قبل دخول المدرسة زي ما حضرتك تفضلت وقلت 5 سنوات؟ بصي الاسره عرفت، الاسره تولي اهتمام لابنها بالموهبه اللي هي موجوده عند ابنها، وبعدين الدور التاني بقى على المدرسه. يعني الحقيقه المدرسه لو ما فيهاش انشطه الولد هيروح، طبعا انت عارفه في وقت المدارس الولد بيقضي معظم بيكون وقته في اكثر من جوه المدرسه نشاط. بالظبط. فدايما عشان كده قلت لك انا الحقيقه مع فكره المدارس الرياضيه او المدارس العسكريه مثلا، اللي بيبقى فيها جزء رياضي مع جزء علمي، يعني عارفه لو يدخلوا الانشطه دي من ضمن الدرجات تبقى حاجه حلوه. انما طب الحقيقه دكتور عفوا، يعني الطفل فالمدرسه بيتغير في الفكر كل شوية، بيختار نشاط مختلف، طب دي حاجة كويسة هل برضه. ده معناه ان هو الطفل ده ليس لديه الموهبة او الابتكار او الاختراع؟ لا ابدا، انا انت عاوز اقول تخصص بقى في الابتكار. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا، انا واحد من الناس الحقيقة زمان ما كنتش بحب الرسم، فجأة بقيت بحب الرسم. بس هقول لك السبب الحقيقة كان سبب علمي. عاوز اقول لك ان انا متخصصت في المجال بتاعي، لقيت نفسي برسم خرايط وبتاع، فاضطريت احب الرسم اكتر. فهتقولي لي الطفل بيغير مواهبه؟ مفيش تخصص في الموهبة. يعني ممكن تلاقي الولد يعني المخ الانسان بينمو على مراحل زمنية مختلفة، في اجزاء في المخ بتنمو اكتر من اجزاء تاني، او في اجزاء مخزن فيها معلومات او ذكريات قديمه تساعد في حاجه معينه. فانا عاوز اقول لك لا، الموهبه نفسها لا تتجزأ. انت فاهمه الموهبه ان هي تخصص؟ لا، ممكن تبقى الموهبه مثلا في استعمال الايد، فتلاقي الشخص اللي عنده موهبه في استعمال ايده بيرسم فتره، هل بعد الموهبة ممكن شويه تكون عاوز، موهبة؟ بعد شويه ممكن يكون يحب عاوز ينحت، بعد شويه ممكن يكون عاوز يصلح مكنه. هتيجي تقولي الله احنا بدأنا اول خاص بالرسم، بعد كده بدأنا بالنحت، كده دخلنا في المكنه، ازاي يفك مكنه؟ هقول لك لا، المهاره واحده او الموهبه واحده. هتقولي لي ايه هي؟ هقول لك هي استعمالي، يعني مش شرط. احنا ما ينفعش نقول تقسيمه الموهبه ايه، لا، تقسيم المواهب دي بقى الشخص التالنتد هو اللي يقولها، او يعني هو اللي يحددها. يعني زي ما قلت لك هي مهاره واحده، او اسف هي موهبه واحده بس مظاهرها مختلفه، تمام، يعني معنى كده ان الاسره ليها دور وبيستكمل موضوع الاكتشاف ايضا المدرسه. والمدرسه ليها دور طبعا. لكن لو حبينا نتكلم بقى على الطفل، مش طفل خلاص وصل لمرحله المراهقه والشباب، هل حته الاختراع والابتكار والموهبه ذاتها بتتغير، ولا لما بنساعد في رعايتها بتنمو وتكبر بشكل افضل، وازاي يتم الرعايه السليمه؟ بصي انا الحقيقه واحد من الناس اللي دايما بؤمن ان يعني الموهبه لازم تكون متواكبه مع التفوق العلمي. يعني انا يمكن عشان انا يمكن يعني انا وجهه نظري، ولان على فكره الكلام ده قد يكون مش خاطئ، قد يكون مقاييس ناس تاني خاطئ. يعني مثلا واحد مثلا بيلعب كوره، هل اخليه يسيب المدرسه
يعني هتفهم قصدي، انت فاهم النظريه، هل اسيب المدرسه خليه اجري وراه في الكوره؟ بس في هي طالب كل يا الفكره دكتور عفوا بدون قطع كلام حضرتك، في طالب ممكن يبقى متفوق في جزئيه معينه في الرياضه مثلا، ولكنه مش بيحب ماده معينه فهو مش متفوق فيها، فهنا الطالب ده احنا بنظلمه ان هو يعني لازم تجيب الفول مارك، الفول مارك وما بيجيبهاش، فبالتالي بس بينجح، بس بينجح. هو بينجح. طيب ماشي، هو المطلوب ان هو ينجح. بص اقول لك حاجه، الشخص الموهوب بيبقى موهوب يعني فاهمه في مجال، او يعني فاهمه يعني مثلا لو انت جيتي وقلتي لي المواد مثلا المواد الدراسيه، تلاقي واحد بيحب الرياضه قوي، يجي تيجي مساله الرياضه يحلها على طول، يجي له املا، واخد بالك، بص تلاقي الاملا يقول لك بلاش املا. انا عندي ابني كده يحب قوي الحاجات الرياضه والحسابات والحاجات دي، تيجي في الاملا ما بلاش املا يا بابا، ملهاش حل يا ابني، لازم تنجح فيها. فاهم قصدي؟ واحد تاني مش عارف يحب، يعني شايفه ازاي؟ معنى كده ان ما تفهميش الموهبه ان موهبه في كل ليفلز او في كل المجالات، لا لا، بس هي كل الفكره انت ازاي تتميها بعد ما يكون بقى طالب. انا وجهه نظري، انا قلت لك العقل السليم في الجسم السليم، ده مبدا عندي. فانا وجهه نظري ان الانسان يعني لو انت متفوق رياضيا، تفوق رياضيا حلو جدا، والرعيك وندخلك مدرسه مثلا رياضيه، او الدوله تكفو لك، او نعمل لك يعني فاهم، نعمل لك هو مدرسه طول ما هو لرعاية يعني الموهوبين. على فكره ده برضه متقدم موهوب، في الرياضة هيساعده كمان في الفكر في الدراسة، لأن زي اتفق ما حضرتك معاك، قلت العقل العقل السليم السليم في في الجسم الجسم السليم سليم. بالظبط. فانا الحقيقه انا بقول لك انا مع فكره المدارس الرياضيه، او المدارس اللي هي فيها ميكس ما بين العلم والرياضه. عاوز اقول لك في دول سبقتنا انها عملت تجربه موضوع السكور، يعني اللي هي حاجه اسمها السكولرشيب، وكمان يعمل لك سكور، يقول لك انت لو عاوز تاخد فول سكولرشيب مثلا، انا بتكلم على التعليم الجامعي، مطلوب منك مثلا درجات معينه، طب انت ما حققتش السكور بتاع المنحه بتاع السكولرشيب، طب نعمل ايه؟ يقول لك هات لنا، خش مثلا هات لنا تفوق رياضي. فهم هناك بيحطوا درجات التفوق الرياضي والفني على فكره، يعني برضو مش رياضي بس، يعني اللي هو تفوق بصفه عامه، لو انت جبته، لو انت حققته، يتحط لك على المجموعه. احنا هنا في مصر ما عندناش كده، عندنا، انا عاوز اقول لك ان احد الطلبه عندنا بيلعب كوره في احد الانديه، يمكن هو يعني قد يكون شايفنا دلوقتي، واخد بالك، والمعيد ماسك فيه، قلت له يا عمي افهمني، وعلى فكره الولد ده جاب درجه كويسه، سبحان الله، الولد كان عنده عزم عزيمه، وانا قلت له يا ابني روح احضر التدريب بتاعك، وما تخلص تعالى احضر معايا المحاضره. الولد يعني طول السنه قاعد قلقان، قلت له يا ابني افهمني اسمعني، ما تقلقش، مش ما يهمكش اي حاجه. وعلى فكره ده يمكن ده الطالب رقم ثلاثه اللي قبله في حياتي يكون بيلعب في، يعني طبعا هي طبعا كانت اللعبه بتاعته كانت لعبه كره القدم، كانت في نوادي تقصد في نادي معروفة كبير. يعني. مش تمام. هو السنه دي في واحد في نادي قبله، كان في واحد في نادي اكبر ناشئين، نادي كبير، وعزولة طبعا، وطبعا عزولة نادي قاهرة كبير. فعاوز اقول لك انا كنت براعيهم ازاي، واقول له يعني الغياب بعد ما تخلص تمرينك تعالي، اقول له هاجي متاخر نص ساعه، تعالى يا سيدي. احيانا تاني يقول مثلا طبعا في درجات على الغياب، يعني حضرتك مش ضد ان الطالب بيبقى متفوق من الناحية الرياضية او ناحية الفن، وهو كمان متفوق من الناحية الدراسية والله انا بصي انا قلت لك انا عندي لو عمل بالانس لو في الاثنين؟ الموهبه بتاعته، بصي انا ضد موضوع البالانس ده، يعني اصل عارفه تعامل زي واحد بيقصقص، انا عندي انا عالي في الموهبه بتاعت الكوره بتاعت الرياضه، وضعيف في الموهبه العلميه، انا اعمل ايه؟ يعني عارف لو انت هتنزل شويه بس تطلع بدي شويه؟ انا وجهه نظري كده، انك لا بس نمي دي، نمي كبيره، لان خلي بالك انت لو انت سويتي، ما في ناس بتعمل كده، يقول لك عاوز الناس كلها مستوى واحد، تمام. ده مش طيب صح. مرحلة الشباب ازاي يتم اكتشاف هنا الموهبة؟ في طالب بينسى الموهبة فترة معينة وبترجع تاني، ده انا بقيت موهوب ظهرت له فجأة، او بقى بخترع في سن اعدادي، كانت في حاجات بسيطة بتظهر عنده منذ الصغر، لكن لما كبر بقى بيخترع ويبتكر. هنا ازاي يتم رعايتهم؟ هم خلاص بقوا في اولى جامعة، في ثانوية عامة، ازاي هنا يتم رعاية مبتكر ومخترع؟ يمكن للاسف ان احنا جاوبنا على السؤال قبل ما، يعني احنا جبنا الاجابه قبل السؤال. انا وجهه تمام. نظري زي ما في مدارس رياضيه، اعملي، مش عاوزين نقول كليات رياضيه، هم الحقيقه عندنا في الجامعه ابتدوا يعملوا مواد دراسيه انسانيه، وكمان فيها حاجات كمان رياضه. انا عاوز اقول لك انا بتكلم دلوقتي، واخد بالك، يعني بتكلم على كليات الهندسه، في عندنا في عندنا كليات ومعاهد هندسيه بتدي مواد رياضيه، الكتيف، مش عارف الكتيف ولا ايه بالظبط، بس اعتقد ان هي موجوده. انما الحقيقه يعني انا وجهه نظري انها كمان تتحط على التقدير، يعني انا وجهه نظري ان يبقى نعمل زي امريكا وكندا واوروبا، يبقى عندنا درجات علميه، واذا انت ما اذا جبت اذا انت جبت الليميت بتاعها خلاص جبته، اذا انت مثلا عندك تقصير في حاجه خلاص يبقى هتهلنا عن طريق موهبه معينه او مثلا تفوق رياضي. واعتقد في الثانويه العامه حتى فتره قريبه كان في امتحان قدرات رسم، وكان في امتحان تفوق رياضي. انا فاكر يمكن لما كنت انا يمكن اعتقد كنا احنا ثانويه عامه، كان معايا زميلي كان واخد درجه، اعتقد كان بيلعب تقريبا، كان بيلعب كمال اجسام، حطوا له مش عارف 5 درجات على الناس كلها، قلت له العكس، ده حاجه حلوه جدا تمام. يعني. فعاوز اقول لك هي دي الحقيقه موجوده، يعني انا كان وجهه نظري انها تستمر. فالقصه في الجامعه نعمل ايه بقى؟ يا ريت لو احنا في الجامعه نقدر
نخلي التفوق الرياضي، مش الرياضي بس، الرياضي والفني حتى اللي بيغني يا جماعه، يعني ما دي برضو انت ده كل حاجه دلوقتي اصبحت دلوقتي يعني اصبح لها ترجمه، ترجمه بطريقه اقتصاديه. دوله زي البرازيل روحوا شوفي احسن لعيبه كوره فيها، في مثلا يعني دوله مش عارف زي امريكا فيها مغنيين كتير، دوله مش عارف زي ايه يعني، واخد بالك؟ يمكن انا الحقيقه للاسف يعني اهتمامي كله علمي، فانا طب الحقيقه احنا عايزين نتكلم شايف على اوجه الابتكارات والاختراعات الموجوده في مصر، اوجه. بما ان حضرتك يعني من الناحيه العلميه ممكن تفيدنا فيه. والله بصي اصل انت بتتكلمي على حاجه انا كل يوم بدور على اي طالب مبتكر، يعني انا حتى الطلبه بقول لهم من غير زعل، يعني للاسف الطلبه مرهقه، وكل ما وفي بحكي مدارس خاصه كل ما بيهم، مدارس بحكي ستيم. بصي انا الحقيقه موضوع مدارس الحياه يعني اقصد يعني ما عنديش فيه خلفيه قوي، بس انا عاوز تمام. اقول لك انا بتكلم على الجامعه، انا طلبه لما بقول لهم تعالوا نعمل كذا ابص الواد يقول لي معلش يا دكتور انا شلت ماده الستيل. ايه سقطت؟ طب ما انا هقول له تعالى اخترع وانت فالقصه كلها ان دخليها في المناهج. صدقيني انا عارف الكلام ده قد يبدو محزن بس هي الحقيقه كده، ان او انا ممكن تبقى يوم مشروعات يكلف بيها الطلبه، يعني اخترع لي حاجه او ابتكر لي في مجال كذا، يعني ممكن الطالب هنا يحاول يكون في بصي فكر بيعمل. انا عاوز اقول لك انا بعمل اللي سيادتك بتقولي دوت في مشاريع التخرج، كل سنه بنبتكر حاجه جديده او يعني نقول تطبيق جديد، عشان كده انا دايما منهج المشروع بتاعي بتاع التخرج عندنا في الكليه متغير. يعني انا قلت لك في اول سنه عملت فيها المشروع يمكن خدنا فيه احسن مشروع في نقابه المهندسين، ده كان مشروع ايه ده دكتور؟ كان مشروع تخرج حاجه اسمها مابينج ذا انفايرمنت، عمل ازاي نقدر نعمل نرسم خرائط باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من بعد او الريموت سنسنج. يعني GPS برضه. لا لا تمام. هو تبع جيو انفورماتكس. يعني لا هو علم الارض يعني اقصد. بالظبط. فازاي نقدر نرسم خرائط باستخدام التكنولوجيا الاستشعار من بعد. الطلبه في اول سنه يعني مش عاوز اقول بقى ناس قعدوا يقولوا لهم صعب ومش صعب، واحنا كل يعني دي حاجه جديده ودي امريكا متقدمه فيها مش احنا، وهي كل القصه كلها عباره عن داتا بننزلها داونلود يعني من انا موقع تفهمت من خلال كلام حضرتك ان حضرتك وابتكرنا. يعني حابب ان احنا نبقى اصحاب الابتكار، مش ما بنستخدم نحاربهوش. الابتكار فقط. لا بص اقول يعني سيبك من حته نستخدم، اول حاجه ما نحاربهوش، ده احنا عندنا في كليه الهندسه بعض الناس بيبقوا راديكالز، يلاقي الطالب اللي مشترك في التفوق الرياضي ده الولد ده مش منتبه للدراسه بتاعته، عكس انا خالص، انا الطلبه بتوعي مش عاوز اقول ان في دلع، لا انا الحقيقه بقول ايه؟ بقول انت متفوق رياضيا يعني خلاص يا سيدي، يعني تفوق رياضيا بس ارجوك انجح لي هنا في الكليه بتاعتي، واخد انجح كده هو وخد بس يبقى معاك يبقى اسمك مهندس ومثلا تبقى مثلا لاعب كوره. انا مش عاوز اقول لك ان لسه سامع الحقيقه عن احد المشاكل، واحد الحقيقه على الفيس بيحكي عن احد لاعبينا العظماء الحقيقه الدكتور محمد صلاح، يقول لك عاوز ياجل امتحان مش عارف في معهد عالي في الهرم ده. انا مش استغربت، قلت لما هو لاعب زي ده ولسه واخد جايزه يعني عالميه دوليه وابدع مش عارف ياجل امتحانه، يعني فاهم قصدي؟ فانا عاوز اقول لك لا، طب ليه احنا ليه بنعمل كده؟ في حين احنا لو كنا عملنا مدرسه موهوبين يطلع عندنا 40 محمد صلاح. دكتور يمكن لابد ان احنا نتخذ القدوة الحسنة في حياتنا زي دكتور احمد زويل، وده اللي الدولة بتسعى ليه في الفترة دي تحديدا، يكون في مبتكرين، يكون في مخترعين، وفي مدارس تم عملها للمخترعين وتجمعهم في مدرسة معينة، لان هم اعتقد نسب ذكائهم عالية شوية الولاد الموجودين فيها، ومدارس داخلي، فاعتقد المدارس دي تخرج جيل مخترع وجيل مبتكر. لكن احنا مش عايزين ننسى كمان الموهوبين زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وكمان نراعي الجانب السلبي نحاول نخليه ايجابي في الفترات المقبله، زي ما حضرتك قلت مثال عن تاجيل امتحان وكان في رفض لتاجيل امتحان. هو طبعا مبدئيا بس انا مش عارف كان في رفض ولا لا، بس بقول لك انا واحد بيقول انه عاوز ياجل امتحان، تمام، وبعدين لازم الدوله وفي تبقى مشاكل. معاه. يعني انا يعني الراجل هيسيب يعني الجوائز بتاعته والحاجات بتاعته الحاجات العظيمه دي يروح عشان يقدم طلب؟ يا عم لا، ده انا اساعده. يعني مثلا خلينا مثلا نتكلم في حته موضوع رعايه الموهوبين، وعليك الحقيقه ذكرتي حاجه مهمه جدا، موضوع ان انا الم المبتكرين او المخترعين في مكان واحد او حاجه زي كده. واحنا عايزين العدد يكبر بقى. انا عاوز اقول لك الحقيقه يعني معلش انا قد كنت يعني طريقه تفكير غريبه شويه. انت عارفه الدول الاوروبيه والدول المتقدمه عارفه بيجيبوا منين المبتكرين بتوعهم؟ مش هتصدقي اجابه غير معقوله من بالمره. مصر. هو حلو من اللي مصر، هو يعني ايه بطريقه احنا سلبيه. فعلا مصر لا بصي ولاده ومثمره يعني بالافكار انا الرائعه. لا انا عاوز اقول لك ان في نظريه علميه بتقول ان معظم الافكار الرنانه والمؤثره في مسار البشريه بتكون وليده مناطق عشوائيه. هم حتى عشان كده انا بقول لك لو انت رحت مثلا حته زي البرازيل، لا البرازيل مناطق فيها بلاد يعني فيها قرى فقيره جدا، عارفه طلع منها معظم اعظم لاعبي كره القدم. مش عارف يعني عاوز اقول لك ان هم دلوقتي عارفه ابتدوا يعملوا ايه؟ هقول لك ان هم ابتدوا يعملوا حاجه اسمها تكنولوجيا ترانسفيرنج.
هم مسمينها تكنولوجيا ترانسفيرنج. انا وجهه نظري ان هي سرقه افكار. هم عندهم المواطن الطفل بتاعهم مرفه ما عندوش مشكله خالص، ما فكرش في حاجه، وعلميا بيقول لك الحاجه ام الاختراع. تمام، هو ما عندوش اي حاجه خالص، قصدي اسف ما عندوش حاجه الى حاجه، يعني هو لا يحتاج شيء. في حين الطفل عندنا في مصر او طفل في الهند او طفل في باكستان او طفل في البرازيل بيكون عنده مشاكل في الميه، ازاي يجيب الميه، فاهم قصدي، ازاي يجيب الاكل بتاعه، ازاي يقدر يزرع زياده. فبالتالي بتجيله فكره منين بقى؟ هدول بقى اللي بيجيبوا الافكار. يوم هم عاملين ايه بقى؟ عاملين مكاتب اسمها التكنولوجي ترانسفير. كل الفكره ان هم يشوفوا الراجل البرازيلي ده ياخدوه عندهم، ياخدوا على فكره عندنا ناس عظماء في مصر يعني طلعوا بره عملوا انظمه اقتصاديه، مش عاوز اقول لك زي مين، وفي عندنا ناس في مجال النانو ومجال مش عارف. تمام اكيد طبعا. هتيجي تقولي طب يعني هم سابوا الامريكان كلهم جايين ياخدوا الراجل بتاعنا؟ اه، انتوا مش عايزين تفهموا ان اللي عندنا احنا ينقصوا الامكانيات بس. صحيح، وده كلام سليم جدا. وانا تقابلت مع ناس مخترعين ومبتكرين كتير. انا عاوز اقول لك الحاجه ام الاختراع، اذا وجدت الحاجه وجد المخترع. فعلا ده كلام سليم جدا. فعاوز اقول لك هو هيبقى فيه تصاحب، انت دوري على المكان. عشان كده بقول لك انت هتقولي اه في مصر، انا عاوز اقول لك حاجه، الهند انا للاسف المصري بره ما فيش رابطه بتجمعه. يعني عاوز اقول لك، عارفه انت الجماعه الهنود لو انت نزلت الخليج او نزلت امريكا او بتاع، بيبقوا عاملين رابطه وبيشغلوا بعض على فكره. يعني عاوز اقول لك، يعني يقول لك فلان جه مع فلان، انا يبقى هات لي زميلي الهندي ده. انا مش عاوز اقول المصريين بيعملوا ايه، لما انا سمعت من بعض التلامذه بتوعي المصريين بيرخصوا بعض. تمام. انت تاخد كذا انا اخد اقل منه. يعني انا عاوز اقول لك ان انا التقيت في احد المصانع هنا في مصر بواحد خبير هندي، مش داعي اذكر اسمه. الخبير الهندي دوت كان بيحل مشكله في مصنع. تمام. وانا رحت عليه، هو لقيته خريج كيمياء وهو بيدير مصنع بتاع شاسيهات، يعني حاجات كده معدنيه وتفاعلات وحاجات زي كده. فرحت لقيته بيشتكي من الولد المهندس المصري، فبعدين بقول له انت معاك ايه؟ لقيته الولد الهندي فني والولد المصري ده مهندس. الله، يعني عارفه تخيلي ليه؟ وبعدين كل ده عشان خاطر حاجه معينه، مشكله مش عارفين يحلوها، حلها لهم الراجل الهندي. وراجل هندي يعني تعليمه اقول لك اقل. يعني انت بتيجي تقول لي طب ازاي؟ شفتي؟ عشان هم عندهم هناك في الهند عندهم مشاكل في موضوع الطاقه والكلام ده كله، وبلد فقيره يا جماعه. واحنا لدينا العديد من الابحاث اللي قام بها طلبه مبتكرين ومخترعين، محتاجين كمان من الدوله ومن الامثال حضراتكم ك يعني كادر دكاتره في الجامعه، ان احنا نرعى فعلا المبتكرين والمخترعين ونشجعهم في الفترات المقبله، لان هم مستقبل مصر. انا بحاول، بس انا عاوز اضيف طرف تاني. انت سريعا يا دكتور. طرف انت الحقيقه ما قلتهوش خالص، انت قلتي الدوله واحنا والحكومه. انا هقول لك بقى طرف هو ده المهم، دورنا احنا كاعلام ان احنا نلقي الضوء عليكم، ده احنا معاكم. يعني زي لحد دلوقتي بتتكلم على 3 4 اطراف ما فيش ايديهم حاجه. عارفه الطرف اللي معاه فلوس ايه بقى؟ هو القطاع الخاص. ازاي بقى؟ يا اصل الدوله منهكه، بيقدم بيقدم ليهم رعايه. لا مش ده، انا ممكن اشتري فكره. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، في موهوبين كتير جدا عندهم افكار. يا سلام بقى لو الرجل الاعمال نفسه يجي يقول لك انا محتاج كذا، اقول لك الحاجه، يعلن بس هو عاوز ايه. صحيح، هيلاقي افكار عديده جدا. دكتور أوكي. احمد ثروه عبد الحميد، استاذ مساعد الجيو انفورماتكس بكليه الهندسه بالمطريه جامعه حلوان، شرفتنا ونورتنا واثرتنا بمعلومات تقيمه ومفيده. شكرا ليك يا دكتور. اشكر سعادتك جدا يا فندم، شرف ليا. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا من تبسيط العلوم. دايما انتظرونا وعلوم مختلفه وتبسيط العلوم.